ايه العلماء اخوان ايه زين توقف. ايه نعم. سؤال طبعا عن البيت، بحق البيت والحرم، القسم، اقسموا بالبيت وبكذا. طبعا هم يقولون النظم احيانا الشاعر لا يسعه المقام كما يسعه في النثر، وهذه قضية شبيهة بقضية البردة، بردة البوصيري. طبعا إذا نظرنا نحن في البردة نجد أنه أيضا يفعل مثل هذه الأشياء، يقسم بأشياء يعني مكرمة لكنها ليست بصيغة الرب. فالبعض ممن يأخذ بالضوار أخذوا يردون على البوصيري، هناك طبعا قصائد لبعض أصحاب هؤلاء الفكر في الرد عليه. لكن ماذا يقول علماؤنا؟ يقول علماؤنا بأن الإنسان، بأن الشاعر يقدر له رب البيت، رب الحرم، لأنه يضيق عليه في النظم ما لو كان في النثر. فإذا أتينا إلى قصيدة البوصيري نجد أن العلامة سعيد بن خلف الخروصي رحمة الله تعالى خمسها، قصيدة البوصيري العلامة الشيخ سعيد بن خلف الخروصي رحمة الله تعالى خمسها تخميس. انزين، واذكر من سنوات عندما ذكرنا له هذه القضيه قال هذا نظم والنظم يضيق فيه، وانما يلتمس للانسان، يلتمس للشاعر، يلتمس للشاعر بان البيت ما اتسع لانه سينكسر لو قال بربي البيت والحرم. انزين، هذا التماس فقط، هذا امر، هذا الوجه الذي عليه اصحابنا. عندما يذكر من عالم وليس شاعر عادي في النظم هكذا هم يقولون، هذا إذا كان، هذا إذا كان على مذهب علمائنا، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن بعضهم يتوسع في مثل هذه القضية في البيت والحرم، يتوسعون فيها في هذه القضية. أما الذي عليه المذهب أنه لا يصح للإنسان أن يقسم لا بالبيت ولا بالحرم ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يجب عندما يقسم أن يقسم بلفظ الرب. إذا أراد أن يذكر البيت يقول برب البيت أو بخالق البيت أو برب الحرم أو بخالق الحرم، هذا من حيث الحكم الشرعي. لكن هي شيء قاعدة موجودة يقر بها أصحابنا وعليها عامة الأمة عسى عدا السلفية، وهي أنه متى ما أمكن تأويل كلام المتكلم فلا يستعجل إلى تفسيقه أو تكفيره أو اتهامه. بمعنى أن احنا نقول ليس له أن يقول بحق البيت، ليس له أن يقول بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس له أن يقسم بالرسول، ليس له أن يقسم بالبيت، لأنه من كان حالفا فليحلف بالله. قالوا متى ما أمكن تأويل كلامه بوجه نخرجه فيه من الحكم بالتخطئة والتفسيق فذلك هو الواجب، ولو كان من غير أصحابنا. وهذا ما فعلوا كما قلت بقصيدة البوصيري لأن أشهر فيها ألفاظ، إنزين القمر وقمر فيها ألفاظ أشد عن هذه. فالذين نظروا في قصد البصير بعضهم حكم بتفسيقه بشركه، قال لأنه يقسم بغير الله، إيش القمر وإيش هذه الألفاظ التي يذكرها. أما علماؤنا لا، وقفوا منهم موقفا آخر، منهم كما قلت العلامة رحمة الله تعالى الشيخ سيم خلف خروصي، والدين أنه خمسها ما غير في أصل كلام البصيري وإنما خمس. قال كما سألته بنفسي قال يتأول له ويلتمس، وهذه قاعدة مضطردة مع جمهور أصحابنا، وأنه يلتمس متى ما أمكن وجود تأويل لكلامه فنحمل الكلام على التأويل، لأننا إن لم نؤول الكلام معناته أننا سنتخذ منه موقفا يتبعه فيه ولا يضرى إلى غير ذلك. فهذا المقصود.